أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من برنامج الأسبوع الاقتصادي نتطرق في حلقة اليوم إلى الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية وأيضا إلى التحديات التي باتت تواجه المغرب بعد مرور 16 عاما على وصول الملك محمد السادس إلى عرش المملكة ورحب من جديد بضيوفي هنا في الأستوديو الدكتور محمد الفيل الخبير في الاقتصاد السياسي أهلا بك مجددا من مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة لازل معنا دكتور صلاح الدين هارون أستاذ الاقتصاد سابقا بجامعة الحقوق بالرباط وأيضا من الدار البيضاء السيد خالد بزيد مدير مهرجان تيميتار أبدأ معك أستاذ صلاح الدين هارون يعني تحدثنا في الجزء الأول عن الإنجازات التي حققها المغرب من الجانبين الاجتماعي والاقتصادي يعني برأيك التحديات التي باتت تواجه المملكة المغربية في ظل ربما الأزمة التي يعيشها الاتحاد الأوروبي اكبر شريك تجاري واقتصادي للمملكه المغربيه كيف يمكن للمغرب اليوم ان يتجاوز هذه التحديات الاقتصاديه علما ان المملكه ليست ببلد نفطي فعلا التحديات كبيرة خاصة وأن الطفرة الاقتصادية التي حدثت في الفترة الماضية أدت إلى تفاوت كبير في المداخيل لذلك نلاحظ أن المغرب قام بمجموعة من الإجراءات لعمل شبكات اجتماعية بحسب تعبير صندوق النقد الدولي في شبكات شبكات اجتماعية تخفيف حدة هذا التفاوت وخاصه من خلال مؤسسه محمد الخامس للتنميه البشريه التي ساعدت على خلق مئات الالاف من فرص العمل من خلال المساعدات البسيطه، طبعا كل هذه الاجراءات التي قام بها المغرب لم تكن كافيه لمعالجه البطاله للاسف التي ارتفعت خلال السنوات الثلاثه الماضيه لتصل اليوم الى حدود 9.9% وهي رغم انها اقل بكثير مما نلاحظه في الكثير من الدول الاوروبيه فلا زالت تمثل مشكله كبيره خاصه عند الشباب حيث ان 25% من الشباب في حاله بطاله، لذلك هناك مجموعه من الاجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجه هذه المشاكل سواء على الصعيد الفلاحي او على الصعيد الخدمات، التكوين اهم شيء التكوين لان التكوين هو هو الممر الاجباري للدخول للولوج الى عمل. في على صعيد الفلاحي ارى ان المغرب يتوفر على اراضي فلاحيه كبيره لماذا لا يوزع او توزع هذه الاراضي مع مساعدات بسيطه على العديد ممن يرغب بذلك أه فاعتقد ان هذا يساعد على معالجة البطالة بعد الشيء كذلك أرى أن التعاون بين فرنسا خاصة والمغرب فرنسا وأفريقيا و... بصورة عامة يمكن أن يساعد في معالجة البطالة لدى الطرفين أه سواء في فرنسا التي تتوفر على أه يد عاملة ماهرة عاقلة عن العمل التي يمكن أن تساعد في بعض الاختصاصات المطلوبة في الدول الأفريقية فأعتقد أن ان ان هذا التعاون الدولي يمكن ان يساعد الطرفين على معالجه البطاله من جهه والتنميه الاقتصاديه الهائله التي تشهدها افريقيا اليوم التي تعبت تعتبر القاره الاكثر نموا ربما بعد الصين بالفعل والمغرب يعرف نفسه على انه بوابه الاستثمار نحو افريقيا، نبقى دائما في العاصمه الاقتصاديه للمغرب، مدينه الدار البيضاء، سيد خالد بزيد ما زلت معنا، يعني كان هناك ربما الكثير من الحديث والانتقاد لبعض المهرجانات في المملكه المغربيه على اعتبار انها تكلف ربما ملايين الدراهم واليوروهات ولكن في الوقت نفسه يعني يقول البعض ان هذه المهرجانات باتت صناعه يستفيد منها الاقتصاد المغربي يعني الى اي حد يمكن ان نقول ان هذه المهرجانات سواء مهرجان تيميتار او غيره يساهم بشكل كبير في الاقتصاد المغربي يا اخي اهم شيء هو هو الدخل الذي الذي يدخله علينا يدخل على الاقتصاد المغربي هذه المهرجانات فمثلا في مهرجان تيميتار ممكن أن أن أقول لكم أن هناك توفير لفرص للمهارات المحلية، هذه السنة الثانية عشر التي لدينا مهرجان تيميتار، لما بدأ مهرجان تيميتار لم يكن من من المهارات المحلية أكثر من 5%، الآن تقريبا 85% حتى 90% بتاع للناس الذين يعملون في تيميتار هم من أكادير أو من من جهة سوس ماسة درعا لا ننسى كذلك التدوين للثقافة الأمازيغية فإن مهرجانات مثل مهرجان تيميتار يدون كل الثقافة والتراث الأمازيغي وهذا بحد ذاته مكسب كبير لأن سكان المغرب الأمازيغ منهم يعتزون ويفتخرون بأمازيغيتهم وهذا شيء لا نجده مع الأسف في بعض البلدان المجاورة وهذا شيء مهم لأن لابد من أن تكون الهويه الامازيغيه في نطاق الهويه المغربيه شيء يعتز به الناس الامازيغ لان التهميش شيء صعب وهذا شيء لا يقدر بثمن لا ننسى الانتاج الموسيقي للفنانين الامازيغ لان مع الانترنت ومع الاسف مع القرصنه التي تفاقمت مع الانترنت يصعب الفنانين ان يعني يكون لهم دخل مادي منتظم فالمهرجانات تعطي الفرصه لهؤلاء الفنانين والفنانات لتمويل انتاجاتهم والحصول على دخل محترم وهذا ونرى الان الاغنيه المغربيه كيف انها تكتسح بعض الاسواق خاصه السوق الخليجي وهذا في حد ذاته مكسب لان هذا من من تاثير المهرجانات وكما تكلمت على التسويق للمدن فلما نتكلم على ريو دي في البرازيل او افينيون في فرنسا فهذه هذه المدن تسوق سياحتها بالمهرجانات ولا ننسى بان المهرجان هو الذي يسوق وكما قلت لكم المغرب في شمال افريقيا وانتم تعلمون ماذا جرى مع الاسف في تونس والمشكل الليبي والى اخره فان عملنا مهرجان الاسبوع الذي الذي مضى 750 الف متفرج على مدى اربع ايام ولا الحمد لله ولا حادثه واحده وفي مدينه سياحيه وانتم تعلمون الحاله التي نتكلم عليها في السياحه والصوره التي لشمال افريقيا لان لا يظن البعض بان المشكل التونسي او المشكل الليبي هو شيء يكون شيء ايجابي للمدن للدول السياحيه في شمال افريقيا فان الاوروبي او الامريكي لديه صوره نفس الصوره لتونس للمغرب للجزائر في انه شمال افريقيا وهذا شيء مهم لان لا بد ان نبين صوره اخرى على على المغرب وعلى السياحه في المغرب والحمد لله هذا بلد امن وبلد سالم وهذا ايضا مكسب فلا نتكلم على ما ينفق الاجم ان نتكلم مع ما نربح والمعادله الحمد لله هي رابحه على كل المقاييس نعم اذا المعادله رابحه محمد الالفياني في جميع ربما الدول غير النفطيه يعني هناك انتقاد كبير ربما ل هذه المهرجانات السيد خالد بزيد يقول ان يعني في نهايه المطاف هي معادله رابحه من من ناحيه ربما الربح المادي وحتى ايضا من جذب الاستثمارات الصوره الايجابيه التي تسوق هذه المهرجانات للدوله كيف يمكن اليوم لهذه المهرجانات خاصه في المملكه المغربيه ان تزيد من جذب الاموال جذب الاستثمارات واعطاء صوره ايجابيه للبلاد هو الحقيقه المغرب بيتحرك في مساله المهرجانات الثقافيه بشكل محترم هو بيقدم احنا عندنا في المغرب آآ آآ عندنا كل مدينه لها تراث ولا ولها شكل مميز يعني هتلاقي فاس غير مراكش غير مكناس غير اجادير غير كذا غير وجدة هتلاقي كل مدينه لها طابع خاص بيها وده دليل على التنوع الثقافي للشعب المغربي ولل 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 وللمدن المغربية وبالتالي أنا عندي فرصة مميزة ما بشتغلش على على واحدة أنا أقدر أعمل في كل مدينة وفي كل عمالة أو قرية مهرجان وده في حد ذاته ثراء ثقافي فلازم نست نستفيد منه النقطة التانية أنه المغرب عنده الصناع, الصناع الصناعات اليدوية الصغيرة قطاع كبير جدا منتج المهرجانات هي سبيل لتسويق منتجات صغار الصناع نعم. دي حقيقه مش بس لتسويق المدن نم نمره نمر ثلاثه انه مساله تصدير فكره الامان للاخر زي ما قال السيد خالد بن انه الامان للاخر انه بيرى شمال افريقيا كله بهذا الشكل انه في فوضى وفي داخل في دائره العنف، لا احنا بنصدر له انه في مهرجانات في امان في كذا في كذا اهلا بيك وده بيدعم ايضا بيدي رساله اطمئنان وجذب الاستثمارات، يعني الموضوع ده بيخدم قطاعات متعدده دون ان تدري. النقطه الاخرى اللي بيتكلموا على التكاليف، ما كل المهرجانات ليها شركات مش بتو... مش بتتعمل من موازنه الدوله بالفعل. وبالتالي السبونسرز لو ما بيكسبوش مش هيشتغلوا لكن هم طالما بيشتغلوا فهم بي... فهم بيربحوا اما البعض الحقيقه انه كل شيء هنقول لا ده لا ده مش عاوزين نعمله اصل ده اغضب فلان مش معقول كل ما يخرج ويخرج شخص ينتقد عمل نقوم نوقف العمل ونوقف خلفه اكثر من 20 30 صناعه ونوقف تصدير صوره الامان اللي بيصدرها المغرب آه. يعني اهلا وسهلا بكل من ينتقد ولكن على الاقل ان يعني يتحدث بمنطقيه من ينتقد بالفعل ان يكون نقدا في الوقت نفسه بالعوده الى تولي الملك محمد السادس عرش البلاد في خطابه للعام الماضي وفي هذا الخطاب يعود الملك ملك المغرب للحديث عن الجانب الاجتماعي ينتقد بشكل يعني واضح لا لبس فيه لا غبار عليه الوضع الاجتماعي لبعض الفئات في القرى المهمشه في المناطق الجبليه يعني وضع يقول انه وضع هش فقر يعني كيف يمكن اليوم ان يتجاوز المغرب هذا الخصاص في هذا الجانب في المناطق المهمشه وان يرفع مستوى المعيشه هو قالت الملك تكلم على الاطلس وعلى الصحراء مم. وعلى بالفعل وعلى المناطق اللي احنا شفنا عنت في 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 فتره الجليد وفتره وفي صعوبه وصول الحالات الخاصه للمستشفيات وهو حتى جلالته قال انا نكلف السيد وزير الداخليه المغربي بعمل دراسه لكيفيه حل هذه الامور طبعا هو احنا قلنا انه ملك ده ملك الشعب ومدعوم بشعبه ليس مدعوما باحزاب سياسيه او بحكومه م. بالعكس الشعب المغربي بالكامل بيدعم جلاله الملك ودي حاله فريده بالمناسبه انك تلاقيها في دول كتير وده بيدلل على عمق عمق الملكيه في المغرب والتصاق وارتباطها والتصاقها بالشعب المغربي وليست معزوله يعني الاسره الملكيه او جلاله الملك لا يعيش في برج عاجب بل يخاطب بالواقع كما تفضلت حضرتك م. وبيقول للناس انا بشتغل عشان احل لكم مشاكلكم وده, وده جيد لكن النهارده طبعا طبعا احنا النقطة المهمة انه اللي يجب يتعمل عليها كنترول قوي هي مسألة البلديات والقرويات لأنه دي هي اللي بيروح لها جزء من الموازنات لإحداث مم. تنمية المشاريع والمشاريع وال... البنى, البنى التحتية البنى التحتية طبعا وهذه البلديات والقرويات بيتحكم ب... فيها أفراد ومجالس بلدية م... 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 من أفراد منتخبين من نفس المنطقة يعني لا يجب أن احنا نعيش حالة الواقع يجب أنه يتعمل عليهم كنترول ورقابة والبحث في ملفاتهم وثرواتهم اعتقد اننا اذا ضغطنا في هذا الجانب في 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 المغرب م. سنحصل على اصلاح كبير جدا في هذه القطاعات المهمشه في ظرف سنتين او ثلاثه ستختفي يعني سيختفي جزء كبير من هذه المشاكل و يعني حتى تلتفت الدوله او الاداره المغربيه لمناطق م. اخرى اكثر احتياجا لانه لانه القطاعات دي كمان بيروح لها موازنات من الدوله، اين الموازنات؟ بالفعل. أين الموازنات؟ وكان الملك المغربي قد تساءل العام الماضي عن ثورة البلاد. أين هي ثورة البلاد في ظل هذه المشاريع الكبيرة؟ ما زال معنا من مدينة الدار البيضاء الأستاذ صلاح الدين هارون. يعني هذه التحديات الاجتماعية التي باتت تواجه المملكة المغربية يتحدث عنها الملك محمد السادس بكل شفافية وبكل وضوح. يعني كيف يمكن اليوم أن يتم غلق هذا الموضوع والرفع من المستوي المعيشي المستوي الطبي المستوي التعليمي للمواطن المغربي في المناطق المهمشه التي لا تستفيد من ثمار التنميه في المملكه ولا تستفيد ايضا من الثروه في المغرب اعتقد انه سيتم ذلك من خلال ما طلب جلاله الملك من حكومته باعداد مخطط متكامل قطاعي تتضافر فيه جميع جهود المؤسسات الحكوميه وغير الحكوميه ببرنامج في طموح لانه يقدم رقم 50 مليار درهم وهذا مبلغ كبير لادماج هذه الالاف المؤلفه من الدواوير سواء في المدن المهمشه سواء في المدن الكبرى او في المناطق النائيه اعتقد وخاصه ان جلاله مالك يطلب حتى توقيت معين محدد وقت محدد لانجاز هذا المخطط ليس مجرد احلام او خلافه اذا اعتقد ان هذا الامر ستوليه الحكومه الاهتمام الكبير واعتقد انه سيتم معالجة الكثير من هذه المشاكل علما ان اليوم الكهرباء وصلت الى اعتقد حوالي 96% من البيوت المغربيه في المغرب ما زال طبعا مناطق نائيه حيث ان الطرقات غير متوفره ما زال هناك ولكن اعتقد اعداد قليله من السكان إذا هناك سياسات طموحه اعتقد ستخفف من حده هذه المشكله خاصه وان جلاله الملك يرعى الفقراء قبل الاغنياء حتى انه سمي في بدايه عهده بملك الفقراء <applause> بالفعل بالتحديد سيد يعني محمد الألفي يعني المغرب كان قد اتخذ خلال ربما بضع سنوات الأخيرة سياسة استثمارية نحو افريقيا، توجه نحو افريقيا، وبات يعني يعني بشكل او بآخر هو البوابة، بوابة الاستثمار بين الشمال وبين الجنوب، الملك يدعو الى هذا التعاون جنوب جنوب، هل هذه الاستراتيجية نحو الجنوب الاستثمار في القارة السمراء، هل هي استراتيجية نافعة على المدى المتوسط، على المدى البعيد؟ هو الحقيقه انه لما تيجي تشوف حضرتك الجزء اللي طالب فيه جلاله الملك بربط سوق العمل بالتعليم وتكلم م. حتى على انه الناس خريجه التكوين المهني مهما كانت درجه كفائتهم بينظر لهم بشكل غير جيد في داخل المجتمع وطبعا هو كده بيوجه بتحسين التعليم سواء اللي في التكوين الفني او او العام وده جزء يرتبط بالسياسه المغربيه اللي هي الكبرى اللي هي لها رؤيه انه مع وجود كوادر عليا واعداد و... و... كبيره دي م. كمان هتخدم المغرب في الانفتاح على الدول الاخرى لانه انا اذا كنت دوله عاوزه اعمل صادرات انا تكلفه الانتاج عندي ل... حتى للصناعات ال... الكبرى في دول أ... اقل من دول اوروبيه ولهذا تنتقل الدول الاوروبيه الى المغرب لانه الاوفر هيد او ال... آ... على على المنتج آ... اقل وبالتالي يسمح ب... ب... بالدخول آ... المغرب يلعب هذا الدور بحرفيه طبعا المغرب لما بيتواجد يتوجه لافريقيا لحاجتين بيتوجه لمشروعات شراكه دوليه مع دول متعدده بيفتح مم. اسواق كمان للمنتج المغربي حتى تظل عجله الانتاج داخل المغرب تدور وتضخ منتجاتها في اسواق لانه احنا شفنا ان الشمال بيعاني من انكماش وضغط ضغط انفاق ومعدل انكماش في النمو، واللي هو بنتكلم على دول المجموعه الاوروبيه، وبالتالي لابد من فتح اسواق بديله، وما تنساش حضرتك انه حتى الطفره الزراعيه اللي حققها المغرب في اخر عشر سنين م. بيقدموا نفس التجربه للدول الافريقيه، وبالتالي الاستثمار في هذا القطاع او في قطاعات التعدين مثمره جدا ستين في المية من اراضي افريقيا صالحه للزراعه، وبالتالي احنا بنشتغل على مشروع ذو عده اوجه مت متعدده هيفيد المغرب وهيفيد الشركاء الاخرين من مدينه البيضاء السيد خالد بزيد مدير مهرجان تيميطار تحدثنا ايضا عن هذه النوع من السياحه السياحه الثقافيه عن صناعه المهرجانات ودورها في الاقتصاد المغربي يعني برايك ماذا يمكن اليوم ان نقترح ما هي الاضافه من اجل النهوض بهذا النوع من السياحه بهذا النوع من المهرجانات ما هي المقترحات لا بد ان تكون هناك استمراريه فان استراتيجيه مثل الاستراتيجيات التي بدأها المغرب في عهد جلالة الملك لا أن تكون له لها استمرارية وأنتم تعلمون أن في التق... في فيما يخص السياحة الثقافية الرجوع الغتور في انفستيسمون كما يقولون الربح لا بد أن يكون على المدى المتوسط أو لا يمكن أن يكون على المدى القصير فالآن الحمد لله بعد 12 سنة في في مثلا في مهرجان أكادير الآن نرى بان هناك ناس يسافرون من استراليا من امريكا من امريكا الجنوبيه لكي لكي يكتشفوا ما هي الثقافه الامازيغيه وها كما قال الاستاذ الخصوصيات التي في المغرب لان المغرب هو بمثابه باتشورك فانت لا تجد نفس الثقافه في فاس في اكادير في الصحراء في في شمال في شمال المغرب وهذا هذا الباتشورك هذا التنوع هو الذي يجعل من المغرب بلد يمكن ان نسوقه سياحيا فلا بد ان تكون هناك استمراريه ولا بد ان 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 نستمر في التدوين في في انتاج البومات في في ان نعتز بما ما, ما ما ما, هو تاريخ لان التاريخ المغرب بلد عريق وبلد له تاريخ ولكن لا بد لهذا التاريخ اولا ان يدون وثانيا ان يسوق خارجيا واريد ان اقول كلمه كلمه اخيره على بن بن تفضل تفضل على الدور الاجتماعي م. للمهرجانات في في المغرب هناك دور دور اجتماعي مهم بشكل كبير لان لما لما يكون لما يكون هناك الانسان من الريف او او الانسان الذي هو يحب موسيقى قناوه او تكون يكون هناك ناس من الصوفيه او من الموسيقى الروحيه او او الامازيغ لما يكون هناك لديك مواطنون معتزين بهويتهم وفي نفس الوقت يندمجون في المخطط الوطني هناك تكون عندك قوه اصعب شيء هو ان, أن تحاول ان تجعل من كل مواطنيك نفس المواطن كما كانهم شيء من, من من مطبوعين او من نفس 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 الفئه لا بد ان نحترم الاختلاف بين المواطنين وهذا هو الذي يجعل من بلد بلد امن وعصري او او بلد متخلف وهذا هو الفرق الفكره واضحه شكرا جزيلا لك لن نذهب بعيدا نبقى في مدينه الدار البيضاء وبعجلة من فضلك دكتور صلاح الدين هارون ما هي اهم المقترحات التي يمكن اليوم ان تساعد في في الدفع بعجلة الاقتصاد وتحسين الوضع الاجتماعي في المملكة المغربية عديد من الاقتراحات أولا من ناحية المؤتمرات إكسار من هذه المهرجانات والمؤتمرات في جميع المدن المغربية خاصة وأن المغرب يتوفر على البنية التحتية الفندقية المناسبة مراكش اليوم 11 عشر الوجهة الوجهة العالمية آه ثانيا لا زلت اقول ان هناك اراضي كثيره في المغرب غير مستغله يجب استغلالها على افضل وجه هناك يجب توجيه اليد العامله الفائضه آه بمساعدات بسيطة خاصة وأن الاستثمارات الفلاحية لا تطلب أموال كثيرة فأعتقد أن هذا ليس شكل يعني صعب جداً يضاف الى ذلك التكوين المهني، التكوين المهني الذي يحقق خاصه وان المجتمعات تتطور والتقنيات تتطور اذا يجب يد يدعم ماهرة على هذه التقنيات الجديده اللي سواء في مجال الكمبيوتر، الاعلاميات وغيرها، خاصه تطوير العلاقات الدوليه، العلاقات الدوليه الاستيراد والتصدير يمثل اكثر من 50% من الناتج الداخلي الاجمالي فاذا يجب الاعتماد عليه لتطوير الحركه الاقتصاديه، اعتقد ان هناك افاق واسعه ورحبه للاقتصاد المغربي ليعالج هذه الازمه في اقرب وقت ممكن والى اكبر درجه ممكنه نعم الفكره واضحه في اقل من دقيقه يقول جداويدات في الغرفه التقنية اهم المقترحات التي يمكن ان تساهم في دفع بالاقتصاد المغربي والله انا كمان حابب انه الاداره المغربيه ممثله في الحكومه انها تعمل م. آه على من خلال الدبلوماسيه اللي هي المغربيه النشطه على جذب صناديق استثمارات دوليه الى داخل المغرب ده هيوفر لهم اصدار سندات بضمان الصناديق وهيوفر لهم اموال مستثمره من داخل هتبقى من داخل المغرب مش هيحتاج يجيبها وايضا على البنوك المغربيه ان تتطور في عملها وان تلجا الى فكره آآ آآ يعني لن اقول ان تصبح بل على الاقل ان تاخذ تحصل على جزء من حصه من حصه الاعمال المصرفيه التي تحصل عليها سويسرا كل عام والمغرب لديه عقول قانونيه تستطيع صياغه هذه الامور ومصرفيه تستطيع ان ان تقوم ببناء هذا القطاع اتصور ان هذا يدفع المغرب يعني اسمح لي اقول لك هيوفر له 10 سنوات من الزمن في خطه التنميه القادمه شكرا جزيلا لك دكتور محمد الألفي الخبير في الاقتصاد السياسي وشكر موصول ايضا للدكتور صلاح الدين هارون استاذ الاقتصاد سابقا بجامعه الحقوق بالرباط وايضا كان معنا من مدينه الدار البيضاء السيد خالد بزيد مدير مهرجان التيميتار شكرا موصول ايضا لجداويدات في الغرفه التقنيه وصلنا بهذا الى نهايه هذه الحلقه من برنامج الاسبوع الاقتصادي القاكم وترقبوا حلقه جديده من هذا البرنامج